مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا فصل الخريف دائما يمتاز بتشكل السحب الرعدية خلال الظهيرة على المرتفعات الداخلية حتى على أغلب المناطق الجنوبية. هذا دائما يكون راجع لتشبع السحب الركامية بنسبة رطوبة عالية، مما ستسمح لأن تكون الخلايا الرعدية نشطة. بالنسبة ليوم الغد بحول الله، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء مغشات شبه رعدية على أغلب السواحل خاصة الوسطى والشرقية. كلما اقتربنا نحو المناطق الداخلية هنا ستتشكل سحب رعدية خاصة خلال الظهيرة، تكون مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية المحلية. حتى الأمطار الرعدية ستشمل شمال الصحراء ومنطقة الواحات، تكون أكثر نحو شمال الصحراء. صفى على العموم بوسط الصحراء أقصى الجنوب ومغشت جزئيا بالجنوب الغربي. فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم حتى فجر يوم الغد، بإذن الله ستقارب 13 درجة فقط كأدنى مقياس بكل من الجلفة حتى بالأغوات حتى بباتنا والصيف، تصل لغاية 20 درجة بعنبة ووهران، ما بين 19 إلى 23 درجة على شمال الصحراء، 20 درجة على تمن راس وجنات، وتتراوح ما بين 25 إلى 29 درجة من إليزي نحو عين صالح وكذلك تندو في لغاية أقصى الجنوب. فيما يخص درجات الحرارة القصوى، ستتراوح ما بين 28 إلى 31 درجة على السواحل، تبقى مستقرة على العموم. 32 درجة ستسجل بكل تيزي وزو وغليزان، 24 درجة بباتنا، 22 درجة بالجلفة، تصل إلى 29 درجة بمنطقة الواحات، 36 درجة على منطقة الصورة، 35 درجة على تمن راس وجنات، وتفوق 40 درجة دائما من وسط الصحراء نحو أقصى الجنوب، لتصل لغاية 41 درجة بإليزي و45 درجة على مقياس بوسط الصحراء. البحر خلال يوم الغد بإذن الله سيبقى جميل على طول الشريط الساحلي، الرياح أيضا ستكون ضعيفة تماما متغيرة الاتجاهات وجنوبية غربية نحو سواحل الغربية. جولة خاطفة الآن إلى أمريكا الشمالية، حيث بإذن الله أجواء غائمة ستميز دالاس مشمسة على كل العواصم الأخرى عدا بعض الأمطار على فانكوفر. درجة الحرارة هنا تصل إلى 17 درجة، في حدود 27 درجة بواشنطن، 23 درجة بدالاس، و29 درجة بكاليفورنيا وميامي. نعود إلى أرض الوطن، وقت شروق سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و36 دقيقة. دائما لأكثر تفاصيل تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.